معي بما أنكم بصدد الحديث عن منتخب المغرب ورجوعا من المغرب مع زميلي ياسين معراش معي مدرب المنتخب السيد إيرفي رونار. Je pense que vous avez eu ce qu'il fallait avoir. بأنكم حصلتم على شيء ممتاز. هذه هي كأس العالم. Oui, enfin, je pense que نعم. أظن بأن الجميع كان يريد أن يتفادى إسبانيا بصراحة، ولكن نحن ورثنا بهذا التحدي الكبير. إنه شرف وصعوبة في نفس الوقت بصراحة، وكذلك مع وجود بطل أوروبا في مجموعتنا الأمر لن يكون سهلا. وإيران كمنتخب أخير سنلعب أمامه المباراة الأولى في مجموعتنا، والمباراة الثانية أمام البرتغال، والثالثة والأخيرة أمام إسبانيا. هذه كأس العالم، هذا هو المستوى العالي، فيجب أن نواجههم برأس مرفوع. يبدو بأن أول صعوبات إسبانيا والبرتغال، من الجيد عندما ننظر إلى هذا الأمر أن تواجه إيران كمباراة أولى. سنعرف ذلك لاحقا إذا ما كانت هذه مباراة جيدة أو لهذه مباراة مجموعة ملقبة بالصعبة جدا. وبعد سعادة الترشح لكأس العالم يجب المشاركة في كأس العالم بطموح، وليس المشاركة لسبيل المشاركة فقط. لا يجب أن نكون متفرجين كما كان الحال سابقا ربما. لذلك يجب أن تكون ثقة كبيرة جدا. كرة القدم تبقى على أرضية الميدان. على الورق قد يبدو الأمر صعبا، لكن يجب أن نؤمن بحظوظنا على كل حال. هل تدرك بأن المغرب عام 86 للدور الثاني بعد فوز أمام البرتغال؟ نعم، 3-1. نعم نعم، قيل لي ذلك منذ حين بصراحة. إن شاء الله نحن نتمنى كل الخير للمغرب. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا، حظاً سعيداً. نعود إليك بعد هذه المقابلة مع إيرفي رونار. شكرا لك. شكرا لك إلى زميل جمال جبالي رفقة المدرب الإسباني. جمال إليك. شكرا أيمن. معي إذا يولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا. يولين، أنها قرعة جيدة أم يمكن أن نقول أنها قرعة صعبة مع البرتغال؟ أظن أن قرعة المونديال هي في الغالب صعبة للغاية. سنواجه منتخب أوروبا، بطل أوروبا الحالي منتخب البرتغال، وبعد ذلك سنواجه بالتأكيد منتخبين في غاية الصعوبة مثل منتخب المغرب الذي أقصى منتخب كوت ديفوار من التصفيات بالتأكيد، وبعد ذلك منتخب الإيراني بالتأكيد كان من أول المتأهلين للمنتخب، لم يستقبل أي هدف خلال مرحلة التصفيات، ولديهم مدرب متمرس للغاية يعمل مع الفريق منذ وقت طويل. بالتأكيد نحن سنخوض مباراة في غاية التصفيات. إسبانيا بعد الترشح بالتأكيد وبعد توليك لقيادة المنتخب تطور كثيرا، والآن أصبح من المرشحين للفوز بلقب هذه البطولة. نحن سنلعب في هذه المجموعة مع بطل أوروبا منتخب البرتغال، وبالتأكيد هم نجحوا في التتويج بلقب هذه البطولة، بطولة أوروبا. علينا أن نخوض كل مباراة بالشغف وبطموح كبير، ويجب أن نؤمن بقدرتنا في التأهل وتبوأ صدارة المجموعة ثم الترشح في الأدوار. إذن أنت أعجبتك الكرة، لا يمكن أن نقيم ما حدث. نحن يجب علينا أن نستعد لما وجدناه في هذه المجموعة. بالتأكيد هي مجموعة صعبة للغاية، ولكن هذا هو كأس العالم. كيف تشعر وأنت مدرب منتخب يعد هو المنتخب المرشح الفوز بهذه البطولة؟ هل لديك شغف طموح؟ لا يمكن أن نستفيد من الإحصائيات أو ماذا يقال. نحن لا يمكن أن نقول أننا مرشحين للفوز بالبطولة أم لا. علينا أن نعمل جيدا، علينا أن نستعد جيدا. يمكن أن نقول أننا لعبنا جيدا خلال مرحلة التصفيات، لدينا حظوظ للمنافسة بقوة على اللقب، لكن من أجل الفوز بهذا اللقب علينا أن نؤدي عملا جيدا، علينا أن نلعب بكل قوة حظا وفيرا. إذا نعود إليك بعد هذه المقابلة مع يولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا الذي عاد للمنتخب الروح منذ وصوله. تهنينا. هل يمكن أن نقول تهنينا؟ ليست قرعة سيئة بالتأكيد.
لا مش فرونتون فافوريت. بالتاكيد سنواجه الفريق المرشح للفوز بهذه البطوله، هو فريق قوي للغايه ولدينا خصوم اقوياء. بعد ذلك سنواجه منتخب المغرب، بالتاكيد فاز على منتخب ساحل العاجه وتاهل لهذه البطوله. لديه العديد من اللاعبين الذين ينشطون في دوريات اوروبيه، بالتاكيد هي خصوم في غايه القوه. لدينا ايضا منتخبات صعبة، لدينا لاعبين في هذه المنتخبات يلعبون في الدوريات الأوروبية في كل هذه المنتخبات التي سنواجهها في هذه المجموعة. لذا يمكن أن نقول أنها ليست مجموعة سهلة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نؤدي جيدا، علينا أن نظهر بقوة، علينا أن نؤدي مباراة جيدة أمام إسبانيا وأن نسجل أهدافا. ولكن بالتأكيد منتخب البرتغال دائما لديه حظوظ في كل البطولات، وبالتأكيد سنتجهز ونتحضر لهذه المباراة. المرة الأخيرة التي خاضت خلالها البرتغال مباراة أمام البرتغال كانت بالتأكيد واجهنا منتخب المغرب من قبل ولم تكن مباراة سهلة ونجحنا في الفوز هناك. أتمنى أن نحظى بحظا سعيدا في هذه المباراة. مدرب إيران المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بالمناسبة قبل قليل لبتيجي قال لك يا جمال بأن المنتخب الإيراني تأهل بدون أن يقبل أهداف في مرمى الحقيقة، قبل هدفين في آخر مباراة عندما تعادل سوريا معه في طهران بهدفين لهدفين. إليك جمال جبل. نعم بالفعل، وكادت سوريا لو سجلت الهدف الثالث أن تتأهل. طبعا مباراة تاريخية بالنسبة للمنتخب السوري. كيف ما هو تقييمك للكرة المدرب كمدرب البرتغال إيران؟ كل المجموعات هي صعبة بالنسبة للمنتخب الإيراني، ولكن هذه المجموعة بالتحديد هي مجموعة خاصة بالنسبة لي، لأنني سأواجه منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا وهما منتخبان كان لهم أهمية خاصة في مسيرتي كمدرب. أنت تعرف جيدا منتخب البرتغال بلدك وبطل أوروبا، وتعرف أيضا منتخب إسبانيا الذي كان بطل العالم وبطل أوروبا، ومنتخب المغرب بالتأكيد هو منتخب لديه منتخب أداء رائع، أقصى منتخب ساحل العاجة لم يخسروا أي مباريات، لم يستقبلوا أهداف. أظن أنها ستكون مباريات في غاية الصعوبة. منتخب إيران يبدو أن الأقل حظوظا في هذه المجموعة، علينا أن نحاول أن نؤدي ونظهر أفضل ما لدينا. نحن سنذهب إلى هذه البطولة من أجل التنافس وصنع كل ما لدينا على أرضية الميدان حظا وفيرا. إذا نعود إليك بعد هذه المقابلة مع كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران. نعم.